السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. الحمد لله أولا وآخرا. بالنسبة للناس اللي يفتيون في ديننا وهم ليسوا أهل فتوى، لأن معنى الإفتاء لا يكون إلا من عباد الرحمن المخلصين، ولهم علم الأساطين، ليس لهم علم سطحي بل علم من متعمق ومتنوع، يأخذ كل مسألة من جوانبها كلها، بحيث من قال وسيتحمل مسؤوليته إن لم يتب، من قال الذي يتوضأ وبعد قطرات ولا قلوا احنا جغمة ما لم شك في علق وهبط في المعد، ما دام لم يقصد فلم يفطر. وقل حاجة أخرى، نبينا عليه الصلاة والسلام يقول لك إذا كان أنت في صوم، سواء كان صوم تطوع ولا نذر ولا صوم رمضان، أراه إذا كان ربي أطعمك وسقاك فواصل صومك، لأن الله أراد، لأنه يعرف بالضبط ما بك من خلل في بدنك وعقلك وروحك أو عاطفتك، فأراد أن يتكرم عليك. أنت موجود تخدم خدمة واحدة هي العمل لله، وهو صيام رمضان. كل عمل ابن آدم له، ولكن الصوم لي وأنا أجزي به، هذا ملخص الحديث. إذا كان ربي أنت قدمت العمل خالص وحبي يخفف عليك وحبي يعجلك بالأجل، سبحان الله، ما شو داخلك؟ وش تعرف عن الفيزيولوجيا بتاعك؟ وش تعرف الأملاح بتاعك والمياه بتاعك؟ والسوائل كلها، والسلام عليكم.